بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس التاسع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الكلام موصولا عن الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا أمر من الله سبحانه للمسلمين بإتمام الحج والعمرة لله، والإتمام معناه إيفاء مناسك الحج والإتيان بها تامة. الحج له مناسك والعمرة لها مناسك، وبدأ بالحج، أتم الحج، لأن الحج أهم، فهو ركن من أركان الإسلام. والعمرة هي الحج الأصغر، الحج الأكبر هو الذي يؤدى في أيام الحج، وأما العمرة فإنها تؤدى في كل السنة وليست خاصة لأيام الحج، بل هي في كل السنة. والحج ركن من أركان الإسلام كما سبق، وأما العمرة فاختلف العلماء فيها، هل هي واجبة في العمر مرة مثل الحج أو هي سنة، على خلاف بين العلماء. والصحيح أنها واجبة في العمر مرة، وما زاد على المرة فإنه تطوع. فقوله تعالى: وأتموا الحج، أي أدوا مناسك الحج تامة من غير نقص. وأتموا العمرة، أي أدوا مناسكها تامة من غير نقص. وهذا يدل على أن من أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة أنه يلزمه المضي فيهما حتى يكملهما، ولا يجوز له أن يتراجع بعد الإحرام، لا يجوز له أن يتراجع ويخلع الإحرام سواء كان في الحج أو في العمرة، لا يجوز له ذلك، لأن الله قال: وأتموا الحج والعمرة. لأن بعض الناس يجهل هذا الأمر ويظن أنه مخير، إن شاء مضى وأكمل وإن شاء رجع، وهذا غلط كبير. ولذلك يحصل من كثير من الناس، يحصل منهم خلل عظيم في هذا الأمر، يتحللون من إحرامهم إذا وجدوا زحمة في الطواف أو وجدوا مشقة، تحللوا من إحرامهم ورجعوا إلى بلادهم، وهذا غلط كبير. فإذا أحرم الإنسان بالحج أو العمرة يلزمه المضي فيهما، ولو أنه رفض إحرامه ما يرفض، الإحرام بيبقى عليه حتى ولو رجع إلى بلده، ولو رجع إلى بلده وبقي سنين في بلده لا يزال محرما للحج والعمرة حتى يؤدي مناسكهما، فلا يتحلل من الإحرام إلا بأداء المناسك، إلا في حالة واحدة وهي الإحصار. الإحصار وهو المنع، إذا منعه عدو من الوصول إلى البيت فإنه يفدي ويحلق رأسه ويتحلل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية لما صده المشركون عن الوصول إلى الحرم، ذبح هديه صلى الله عليه وسلم في مكانه و
حلق رأسه وأمر الصحابة بذلك وتحلل من إحرامه ورجع إلى المدينة لأنه حبس ولم يتمكن. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. أما الإنسان الذي يتمكن من الوصول إلى الحرم ويتمكن من أداء الحج والعمرة ولم يمنعه أحد فإنه لا يجوز له أن يتنازل عن إحرامه، لا يجوز له ذلك، إنما هذا خاص بالمحصر. فإن احصرتم ما استيسر من الهدي. وقوله تعالى لله، تنبهوا لله، أي أخلصوا الحج والعمرة لله، لا يكون فيهما رياء أو سمعة أو شرك أكبر أو أصغر، لأن هذا لا يكون لله. فقوله لله يريد الإخلاص بأن لا يكون في حجه شرك أكبر أو أصغر. الشرك الأكبر كان يدعو غير الله ويستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله، إن هذا يبطل حجه. أو شرك أصغر وهو الرياء، بأن يحج من أجل الرياء والسمعة، يمدحه الناس ويقولون فلان يحج ويعتمر. إذا كان هذا قصده هذا شرك أصغر يبطل الحج ويبطل العمرة. فالشرك الأكبر يبطل جميع الأعمال ويخرج من الملة. الشرك الأصغر يبطل العمل الذي وقع فيه فقط ولا يبطل بقية الأعمال، يبطل العمل الذي وقع فيه ولا يخرج من الملة، وإنما يكون صاحبه فاعلا لكبيرة من الكبائر. ففي قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله مسألتان. المسألة الأولى أنه يجب إتمام مناسك الحج، ولا يتحلل الإنسان من إحرامه إلا إذا أدى مناسك الحج، للوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق وطواف الإفاضة وطواف الإفاضة والسعي بعده وطواف الوداع، هذه مناسك الحج. والعمرة مناسكها الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. الحج مناسكه الوقوف بعرفة، الإحرام أولا، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. في النهاية إذا أراد أن يسافر إلى بلده يطوف طواف الوداع. هذه مناسك الحج. مناسك العمرة هي الإحرام والطواف بالبيت 7 أشواط والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط والحلق أو التقصير، وليس لها وداع واجب. من أراد أن يطوف للوداع في العمرة هذا أكمل، ومن لم يطوف فليس عليه شيء. الطواف الواجب إنما هو للحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج ألا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت. فهذا معنى قوله أتم الحج والعمرة. هذه مسألة، أنه يلزم إكمال مناسك الحج وإكمال مناسك العمرة، وأن المحرم لا يتحلل من إحرامه إلا بذلك، إلا في مسألة الإحصار، إذا منع ولم يتمكن
فإنه يفدي ويحلق رأسه ويتحلل. المسألة الثانية وجوب الإخلاص لله، إخلاص النية لله في الحج، لأن يكون عمله في الحج خالصا لوجه الله عز وجل، وكذلك في العمرة يكون عمله فيها خالصا لله، وهذا في جميع الأعمال. جميع الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله، ليس فيها شرك، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، ما يقبل الله عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: فاعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. الإخلاص شرط لقبول جميع الأعمال من الحج والعمرة وجميع الأعمال. فإذا كان في الأعمال شرك فإن الله لا يقبله، لا يقبل هذه الأعمال التي فيها شرك، كما في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركاه، وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ولا ننسى أيضا أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وفي غيره، في الحج، في العمرة، في كل شيء، كل العبادات لا بد أن تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها بدعة وليس فيها خرافات، وإنما هي سنن، هي سنن متبعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فيحرص المسلم أن يؤدي أعماله موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجنب البدع والمحدثات. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهكذا يجب على المسلم أن يعتني بأعماله من ناحيتين: الناحية الأولى أن يكملها ولا ينقص منها شيئا، والناحية الثانية أن يخلصها لله عز وجل، فلا يكون فيها قصد لغير الله عز وجل. هذا في الحج وفي غيره، وأتم الحج والعمرة لله، لأن فيه من يحج لغير الله، يحج للرياء، للسمعة، فلا تقبل حجته ولا يقبل سعيه. يجب على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر العظيم، ألا تكون أعماله تعبا بدون فائدة، بسبب أنه لم يخلص نيته لله فيها، أو أنه أداها على صفة مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، يعني بلى يدخل الجنة من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص،
وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أيهم أحسن عملا، لم يقل أيهم أكثر عملا، بل قال أحسن عملا، لأن العبرة بالأحسن وليست العبرة بالأكثر. ومتى يكون أحسن عملا؟ إذا توفر فيه الشرطان: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولما سئل الفضيل بن عياض رحمه الله قيل: يا أبا علي، ما معنى أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل عن، يقول: كيف يستدل الإنسان أنه وفق لقيام ليلة القدر؟ يا أخي، أنت عليك أن تجتهد، عليك أن تجتهد وتقوم ليالي رمضان، تقوم ليالي رمضان كلها، لأن ليلة القدر لم تتبين في أي ليلة، هي في رمضان أكيد، ولكن الله لم يبينها في أي ليلة، من أجل أن يجتهد المسلمون في كل ليالي رمضان حتى يكمل لهم الأجر، يكونون قاموا رمضان وقاموا ليلة القدر، حصلوا على الأجرين، قيام رمضان وقيام ليلة القدر. هذه هي الحكمة في إخفاء ليلة القدر، أن يعني تجتهد في جميع ليالي رمضان من أوله إلى آخره، ولا سيما العشر الأواخر، فإنها أرجى ما تكون لليلة القدر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر بأعمال لم يكن يعملها في العشرين الأول، لأنها أرجى وأحرى أن تكون فيها ليلة القدر. فعليك بالاجتهاد، والله جل وعلا هو الموفق. نعم. هذا يسأل عن اللي يقول: أنا لا أؤمن إلا بالقرآن، وأما السنة فلا يصدق بها. هذا كافر، هذا كافر، لأنه كذاب، ما يصدق بالقرآن. القرآن أمر باتباع السنة، قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن أمرنا باتباع السنة، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. بل يقول: أنا أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالسنة، هذا كافر بالكتاب والسنة، لأنه لم يصدق القرآن. القرآن قال الله فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه. من هو الرسول؟ وإن تطيعوه تهتدوا، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالذي لا يصدق بالسنة هذا كافر، كافر حتى بالقرآن. نعم. ألا يسأل عن إلقاء الدروس قبل صلاة الجمعة، إلقاء الدرس قبل صلاة الجمعة، الأولى ترك هذا، الأولى ترك الدروس والاشتغال بذكر الله وانتظار صلاة الجمعة والتفرغ لها، هذا هو الأولى. نعم. هذا يسأل عن أكل اللحوم المستوردة من بلاد الكفر، إن كانت البلاد
التي تصدر اللحوم وثنية، بلاد وثنية، فلا يجوز أكل اللحوم الواردة منها. أما إن كانت كتابية وعلمنا أنهم يذكون على الطريقة الشرعية فزكاتهم حلال، لحومهم حلال إذا كانوا من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى وكانوا يذبحون على الطريقة الشرعية فلحومهم حلال بالإجماع، قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد ذبائحهم، المراد ذبائحهم. نعم. ألا يقول هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ إذا كان شراؤه بالنقود فلا يجوز التقسيط، لابد من التقابض في المجلس ولا يتفرقان وبينهما شيء. أما إذا بيع الذهب بغير النقود كان بيع بالبر أو بالشعير أو بالقماش أو بالسيارات أو غير ذلك فلا بأس، يجوز بالتقسيط. أما إذا بيع النقد بالنقد فلا بد من التقابض في المجلس. نعم. هذا يقول من استيقظ من النوم ووجد في ثوبه بللا، إذا وجد البلل في ثوبه أو على جسمه هذا احتلام، عليه أن يغتسل، عليه أن يغتسل، قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء يعني الاغتسال من الماء يعني من خروج المني. والنائم لا يشعر، قد يحتلمه ما درى، لكن إذا وجد الأثر هذا دليل على أنه احتلم فيغتسل. هذا يسأل عن الذي لا يبادر بالحج وهو قادر، يجب عليه الحج على الفور، إذا كان قادرا يجب عليه الحج على الفور ولا يؤخر، ما يؤخر الحج لأنه ربما يعرض له عارض فلا يتمكن من الحج. فما دام أن الله مكنه وهو قادر فعليه أن يبادر بأداء الفريضة. نعم. هذا يسأل عن شراء غسالة وليس عنده ثمن أو ليس عنده تمام الثمن، هل يجوز أن يشتريها بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال؟ نعم، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لا بأس بالبيع مؤجلا أكثر من الثمن الحال، لأن مصالح الناس تقتضي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البعير بالبعيرين على إبل الصدقة إذا احتاج إلى تجهيز الغزو، إذا احتاج إلى تجهيز الغزو ونفدت الإبل كان صلى الله عليه وسلم يستدين البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. هذا دليل على جواز البيع بالأجل ويكون أكثر من الحاضر. نعم. هذا يسأل يقول أنه أدى العمرة ولكن أنه كان يدخل مع الحجر في الطواف، نقول له لم تطوف، طوافك غير صحيح لأنك لم تكمل الشوط، إذا دخلت في الحجر دخلت في الكعبة لأن الحجر من الكعبة. ولماذا جعل عليه جدار؟ إلا لأجل أن يطوف الناس من ورائه، فعليك أن تعيد الطواف، يعني تعيد ملابس الإحرام عليك لأنك ما زلت محرما، فتعيد ملابس الإحرام وتجتنب محظورات الإحرام وتبدأ العمرة من جديد، تطوف سبعة أشواط بالكعبة ثم تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم تحلق رأسك أو تقصر وتكون عمرتك قد تمت إن شاء الله. هذا يقول مقيم في مكة ويحج كل عام، يحج كل عام لأنه في إجازة، ما أدري وش وجه السؤال، لكن نقول هذا زيادة خير، يحج كل عام طيب، يحج كل عام هذا طيب، زيادة خير له. نعم. هذا يقول أنك سئلت عن الطواف للوالدين، طواف للوالدين، نقول الوالدان إن كانا حيين أقوياء فلا يطوف عنهما ولا يحج عنهما ولا يعتمر عنهما، ما داموا أقوياء، ما داموا على قيد الحياة وأقوياء فلا ينوب عنهم في الحج ولا في الطواف ولا غيره، يأتونهم ويؤدون ويطوفون،
أما إذا كانوا ميتين أو أحيا ولكن لا يقدرون للكبر أو للمرض لا يقدرون على المجيء فلا بأس أن تنوب عنهما في الحج وفي العمرة، ولا بأس أن تطوف عنهما طوافا مجردا. نعم، السؤال هذا تكرر، المرور بين يدي المصلي في الحرم لا بأس به، لا بأس بالمرور ولا يقطع الصلاة سواء رجلا أو امرأة للضرورة، للضرورة، لو كان يقطع الصلاة ما صحت صلاة أحد في المسجد الحرام، لأن المرور كثير والجموع كثيرة كما ترون. نوقف الناس ونقول خلوهم لما نصلي، ما يمكن هذا، كل ما ضاق الأمر اتسع ولله الحمد، لا حرج، خلوا الناس يمرون ولا يضر الصلاة إن شاء الله. نعم، هذا يسأل عن ما معنى هذ القرآن كهذ الشعر، يعني السرعة، السرعة في قراءته. الهذ معناها السرعة التي تسقط معها بعض الحروف، السرعة التي تسقط معها بعض الحروف هذه لا تجوز، أما السرعة التي لا يترك شيء من الحروف فلا بأس بذلك. هذا يسأل، يقول رجل كان جالسا فلما فرغ الإمام من الفاتحة قام وكبر صلاته، هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، إذا كبر ولو بعد قراءة الفاتحة للإمام فصلاته صحيحة، لكن فرضنا أنه جاء ولا أدرك إلا الركوع مع الإمام، يركع مع الإمام فصلاته صحيحة ويكون مدركا للركعة ويسقط عنه القيام لأنه لم يدركه. أما إنسان جالس ولا قام إلا لما ركع الإمام هذا ما يجوز، لأنه ترك ركن القيام، ترك ركن القيام، ألا يجوز له هذا ولا تصح أنه يجلس ولا يقوم إلا إذا كبر الإمام راكعا كبر وركع معه، هذا فاتت في الركعة لأنه لم يدرك القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، وقد قدره العلماء بأن أقله قدر قراءة الفاتحة، قدر قراءة الفاتحة. نعم، هذا يسأل، يقول رجل أعطى رجلا سلعة قال بعها بكذا وكذا وما زاد فهو لك، ما حكم؟ نقول لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن صاحبها راضي بهذا وحدد لك الثمن وأعطاك ما زاد عليه، ما في بأس، هذا أنت راضي. هذا يسأل عن هل يجوز عمل درس بين الأذان والإقامة لأجل اجتماع الناس انتظارهم للصلاة؟ هذا طيب، هذا لا بأس به أنه يجعل درس بين الأذان والإقامة يستفيد الناس، أو درس بعد الصلاة كله جائز إن شاء الله. هذا يسأل عن القات، حكم أكل القات أو استعماله، القات حرام، أشد من الدخان، القات أشد من الدخان لأنه مادة خبيثة ومضرة، والذي يستعملها يجلس ويخزن ساعات ويأتي عليه وقت الصلاة ولا يقوم يصلي ويترك صلاة الجماعة، فهو مادة خبيثة وضارة أشد من الدخان، وقد صدرت فتاوى من أهل العلم بتحريم القات، موجودة فتاوى من أهل العلم بتحريم القات، وأنه أشد من الدخان، أشد ضرر من الدخان. نعم، نسأل عن مسألة تخدير الأطباء للمريض لأجل إجراء عملية جراحية، لا بأس بذلك، لا بأس بتخدير المريض لإجراء عملية جراحية سواء كان التخدير كاملا أو جزئيا للحاجة إلى هذا، لحاجة. نعم، هذا يسأل عن غض البصر عن الصور وعن الأشياء الفاتنة، هذا طيب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما هو بيغمض عينيه ولكن يغض بصره، يغض يصرف بصره عن الشيء الفاتن، أما تغميض العينين هذا ما أمرنا الله به، ما قال قل للمؤمنين يغمضوا أبصارهم، قال يغضوا من أبصارهم،
غضوا من أبصارهم من تبعيضية، لأنه بحاجة إلى النظر، فهم لم يؤمروا بتغميض العينين، إنما أمروا بغض البصر عن الحرام. نعم. ألا يسأل عن حكم رفع المأمومين صوتهم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء ذكره؟ هذا بدعة، هذا بدعة. إنما كل واحد من المصلين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه، ولا يرفع صوته أو صوت جماعي، هذا بدعة في الصلاة. نعم. هذا يسأل عن تعدد العمرة في وقت واحد، هذا ما هو طيب. تكرار العمرة في وقت متقارب ما هو طيب، يكون بين العمرتين مدة، ينبت شعر الرأس حتى يكون للحلق أو التقصير مكان. أما تكرار العمرة بيوم واحد هذا لا، ليس وجيها. ما نقول أنه حرام، لكن نقول غير مرغوب فيه. نعم. ألا يسأل عن التشبه الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم، من تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال؟ واضح أن المرأة تتشبه بالرجل في لباسه أو في كلامه، تشبه بالرجل في لباسه أو في كلامه أو في شعرها، بأن تقص شعرها حتى تجعله مثل شعر الرجل، هذا هو التشبه، تشبه المرأة بالرجل، تلبس لباسه. وتشبه الرجل بالمرأة أن يمشي مشيتها أو يلبس لباسها، يلبس لباس المرأة أو يمشي مشيتها أو يقلد صوتها، هذه أنواع التشبه. نعم. هذا يسأل عن أخذ العينة من الدم للتحليل عند الطبيب، لا بأس، التحليل اليسير ما فيه بأس، نقطة نقطتين هذا لا بأس به، إنما الممنوع الدم الكثير، أخذ الدم الكثير الذي يشبه الحجامة، أما الدم اليسير فلا يضر الصيام إن شاء الله. هذا يسأل عن أخذ الخادمة للعمرة، إذا كانت الخادمة مع الأسرة مع نساء فلا بأس، لأنها لو تركتها في البلد عليها خطر من تتركها عنده، فكونها تكون مع أسرتها ومع النساء يحافظ عليها أحسن من كونها تبقى في البلد ربما تتعرض للفتنة، وهي أصلا جاءت بدون محرم، أصلا من بلدها جاءت بدون محرم. المسألة أنتم واقعين فيها من الأصل، واللي يغنيها الله عن الخادمة أحسن له، أبعد له عن المحذور. لكن لما ابتليتم خففوا الشر، لا تخلو مع الرجل، لا تكون سافرة بل تكون متحجبة، لا تكون تركب مع الرجل وحدها الذي ليس محرما لها، خففوا الشر مهما أمكن. هذا يسأل عن تطيب المحرم في يده، لا يجوز، المحرم ما يمس الطيب بعد نية الإحرام، يتجنب الطيب، لأن الرجل الذي وقصته راحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات قال لا تمسوه طيبا، لا تمسوه طيبا، لا يتطيب المحرم. لكن لو أصابه طيب بدون اختياره، واحد متطيب وسلم عليه ويده فيها طيب، هو ما قصد هذا، لكن إن بقي رائحة في يده بعد السلام وبعد المصافحة يغسل يده، ولكن لا يؤاخذ على ما أصابه بغير اختياره. يكون هذا آخر سؤال. هذا يسأل عن العقيقة وهي ما يذبح عن المولود، العقيقة سنة ما هي واجبة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة إذا تيسر، أما إذا كان فقيرا ولا يقدر فما يلزمه أنه يذبح، وكذلك إذا كان ما يقدر على ثنتين للذكر يذبح ولو واحدة. قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.